the fuck up. Get the fuck up. التاريخ تولي تسمى غتعود هاد السليب ديال عائشة غادي تاخذ واحد غادي تعود بحال شي حاجه معروفه في الثقافه ديالنا ديك السليب. فاش كتقول السليب ديال عائشة كتعرف بان راه الاحداث وراه كانت واحد الصحوه واحد الهجوم على الاسلام واحد لا رينيسانس ياكل لا الاخر. انا هكا كنشوف انا كنظن بان السليب ديال عائشة فلسفه في حد ذاته والله العظيم بالله السليب ديال عائشة والله إلا فلسفة بالله لحقاش عندها علاقة بالثقافة كاملة. فاش كتهضر على الثقافة راه كتهضر على ثقافة كاملة. إذن هنا فاش كنهضروا على السليب ديال عائشة حيت بزاف ديال الناس يقول يا أنت واعر غير في السليب ديال عائشة برا مدون دام جود جاباري راي جيري إلا قالوا لك سليب عائشة يقول هيز دوين جريت جاب هادشي. زلنا كاش واحد مع السليب ديال عائشة وباش يتلي كتقول لي واه يور نوت دوين انيثين جود ولكن باش يقول لك انت عاد ولكن كتقول لي وانا واعر في هذه القضيه. وهذه هي هذا هو كون هذا الشيء داروا شي ناس قبل منا كون ما غاديش حنا نتولدوا مراد فهمتيني. كون شي جينيراسيون ديال 1850 ولا شي عقوب الدين كون راه حنا دابا في 2021 كون راه حنا دابا مرتاحين على الاقل فهمتي. ما كتشوفش هاد حنا باقي لاصقين في داكشي ديال قريش باقي عندنا الدستور ديالنا كتحلو كتشوفها بعينيك هكاك ماشي كيخبيوها ولا في عينيك تيقول لك هكا غادي ديرها كيف ما قال محمد. وقولوا لمحمد يجي يعيش في المغرب الا بغا هو يتزوج بشي طريقه يجيب دوك القوارشه اللي عنده كاملين تما في الجزيره العربيه وحنا نخويو ليه المغرب ولا غتعيش انت بالطريقه ديالك مرحبا بك خذ المغرب وعيش به في الطريقه ديالك. واخا نعطيوك المغرب غادي نلقاو داس عليك 1400 سنه غنلقاوك غيرتي هذاك الدين عن بالك وما بقاش للزمان. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي علي واش ممكن واحد التعقيب صغير من فضلك؟ واحد التعقيب تفضل اخويا. اذا كان ممكن اخويا بيان لي تعطيني الموضوع فكرة على الموضوع باش ندير التعقيد ديالي. شنو الموضوع اللي كتهضروا فيه دابا؟ انت طالع للمايك ما عارف لا موضوع لا حتى شي حاجه وما فهمتش انا زعما شنو هاد القضيه. لا راه موسوعه هو جوجل غير كتقول ليه كيكتبها وكيخرج داكشي كلشي وصوره وصوت وكلشي. الاخ الموضوع ديالنا هو السليب ديال عائشة. سليب ديال عائشة الا ما عرفتيش عائشة شكون هي، هي عائشة بنت ابي قحافة ياك ياك وسميته ابو قحافة ياك هو ابو بكر ياك هو سميته يا ابو قحافة هو هذاك وي ياك الاخ انا عزوز وي هو هذاك كنسميو كنهضروا على السليب ديال عائشة اللي كانت هي زوجة الرسول حيت حنا شيعة. حنا شيعة الاخ كنا سنة ولينا شيعة وما كنحملوش عائشة. داكشي هذا هو السيجي عندك ما تقول فيه الاخ. المهم وهذا هو اللي بغيت نقول لكم الاخوان فاش كنقولوا هنا سليب ديال عائشة كنهضروا على الثقافة ديالنا كنهضروا على ديك العلاقة ما بين الوالد والوالدة ديالك المهندس ديالها والارشيتكت ديالها هو محمد هو واحد ثقافة أكل عليها الظهر وبال. فماشي من الغريب أننا غادي نكونوا واحد الشعب متخلف واحد الشعب باقي كيضرب مع الأعضاء ديالو كيفاش غادي يبور كيفاش غادي يخرى وداك الشيء. واحد الشعب شي حوايج عاديين ولاو عنده خصو آية من السماء كيفاش يتزوج باقي خصو هو شي واحد يجي يقول لك كيفاش يتزوج بحال في المغرب. كتمشي للمغرب تيقول لها سير أمي خطبي ليا شوفي ليا شي وحدة بحال غادي نمشي لشي خضرة ولا شي حاجة. وكتلقى الولد تا هو شلاغ موت تعقد بهم البصلة وكيتسنى فمو غادي تمشي تخطب ليه. وهاد الشعب اللي كتسنى مو تمشي تخطب ليه راه بصراحه بحال كيف هذاك عبول عليه والله
بحال هذاك قال لي عابول عليه فراسك وديك النكته ديال عابول عليه. اه هو هذا هو اول مازق اللي طحنا فيه. وكنظن بان لا ماجوريتي ديال المواضيع اللي كيكونوا مطروحين يصبون في هذا كيفاش كيقول لها في اللغه العربيه الفصحى يصبون في هذا السياق ولا شي حاجه بحال هكا. ماقدرش ندخل انايا حيت انا اختصاصي اذا كان عنده علاقه بالموضوع خي كل موضوع ما عندوش علاقه بالسليب ديال عائشه كنحاول ما امكن يكون واحد تقريب من السليب ديال عائشه باش الله الاخرى يكون بروديكتيف. اي حاجه ما عندها سليب بالنسبه لي انا حيت انا كنفهم غير في السليب ديال عائشه اي حاجه ما عندهاش علاقه بالسليب ديال عائشه كنعرف بان ما غاديش ينفع المجتمع لا من قريب ولا من بعيد. راه كافي اللي عيشه كتهدا السليب كتعيش صاحبي داكشي الطلقه الهواء ويلي راه اكتشافات متاخره اش من سليب صاحبي الله يهديك غير كيدوز كيدوز منين ومنين ويلي على التيتيني السليب راه كتفهم السليب منطور هو أنها كانت تؤزر والد أي أنها تضع الإزارة على تؤزر. لا سليب سليب عنده حدود سليب بالمعنى اللي كنعرفه دابا كنعرفه الحدود ديالو هو السليب. ولكن بما أن عيشة ما كانش كتلبس سليب فالسليب ديالها ما عندوش حدود. قدر يكون around لوكوغ ديالها يقدر يكون بعيد يقدر ياخذ مثلا يجي حتى للشرق يجي حتى لشمال افريقيا وتلقى السليب ديال عائشه جامع من الشرق الاوسط حتى لشمال افريقيا. اذا هذا ماشي موضوع يستهان به الاخوان. موضوع عائشه ان ما عندها السليب هو بحد ذاته عنده واحد المفهوم واحد البعد ايديولوجي وابيستيمولوجي كبير بزاف. دابا السؤال ديال السليب ديال عائشة اشنا هو العلاقة ديال الله مع الاخرى. كنعرفوا بان الله عنده عداوة مع الاخرى ولا درنا واحد الانالوجي غادي نكتشفوا بان الله عنده علاقة مع الاخرى ومع المرأة بحال بحال. ديالي واش تذكر بان الله راه عنده علاقه مع الخرى لان في الوقت باش وصى ادم باش ما يكونش تفاحه ولكن كل تفاحه فاش كل تفاحه حس بالغائط قال له ما عنديش الكابينه في الجنه وجرى عليه الارض اللي فيه كيخراو فيها الناس دونك كاين علاقه بالخرى اكيد. تحليل جميل. السؤال هو اشنا هو المشكل عند الله الى الانسان مشى كيصلي وخارب سروالو ماشي غير خرا ومساح وداك الشيء وجا وكيصلي. والله اشنا هو المشكل عندك الى واحد الانسان خارب ابيرفورمر شات هذا الموضوع ديال الاخرى الاخوان عنده واحد الاقبال عنده واحد الاقبال اكثر من كورونا اللقاح ديال كورونا عليه الزحام تحط لهم اللقاح ديال كورونا دابا تحط واحد البلاصه فيها اللقاح ديال كورونا اللي كينفعك في الحياه ديالك وداك الشيء عنده شي تي كونسيكونس باينين ومزيانين ودير لهم واحد المحل تقول لهم السليب ديال عائشه غتلقى البلاصه اللي فيها اللقاح ديال كورونا خاويه والبلاصه اللي فيها السليب ديال عائشه غتلقى عليها الزحام ياك. لان السؤال هو عندي شنو هو المشكل ديال الله مع الاخرى شنو هو المشكل ديالك الى شي واحد حزق واحد الانسان اللي كيخرى راه كياكل خيزو كياكل البطاطا كياكل الكسكسو كياكل الزعلوك كياكل وفاش كيخرى هذاك الشيء اللي كيخرى هو اللي كياكل. انا ما فهمتش علاش الله انت عندك مشكل مع الخرى ومع البول وانت كتعرف بان سي نورمال شي حاجه اللي طبيعيه. دابا الا كنت انت عندك مشكل مع الخرى اذا الخرى راه كيحبس كيحبس العبادة. واش انت الا كنتي واعر والخرى كيحبس العبادة فانت ماشي واعر
حيت الاخر كيعودوا عار منك حيت شي حاجه مهمه عندك بزاف. وما خلقت والجنس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. وسيمبلومون وسيمبل خريه كتبطل كاع داك الشيء اللي خلقتي انت عليه الوجود كامل. فهنايا كتكون عندك واحد المقارنه ما بين اهميه الوجود ولا فالور ديال الاخر. وهذا راه موضوع فلسفي كبير الاخوان. حقاش انا كنشوف واحد الانسان عنده علاقه بواحد الاله وبغى تكون عنده علاقه بواحد الخالق. الاخر ماشي من الحوايج اللي خصهم يحبسوا على العباده، والا فالاخر اقوى من الله. يا كل اللي واش مفهوم هذه القضيه؟ ربما الاخ وليد المهدي يقدر تيكوني يقدر يوسع علينا الموضوع هنايا. وهذا الشيء كيخلق لنا مشاكل الاخوان. كون الله قال لنا ودي خراوين ما حبيتو كنا احنا كنعبدوه بزاف. ولكن من خلق لنا هذا المشكل ديال الخرا وخصك هذا وما خصش ولا خريتي ولا كنتي خاري ما تهش القران ولا كنتي خاري. انا كنت الله نقول لكم خا تكون خاري وخا تكون كتعوم في البيسين ديال الخرا معليش تقدر تقرا القران وتهز القران وتصلي ودير كل شيء وانت خاري، حيت في اخر المطاف غيكون الخرا هو اللي رابح. ولا كان واحد الاله بمجرد الخرا كيحبس العباده ليه؟ فانا كنعتبره ماشي اله. وفي هذه الحاله انا كنفضل نعبد الخرا. وفي الحقيقه سيتين لوجيك تري تري فيابل ان تعود تعبد الخرا. قال لك علاش كتعبد الخرا؟ قول له الخرا كيحبس الصلاه وكيحبس العباده. اذا شكون يواعر، واش الله ولا الخرا؟ بيان سور غادي يكون بان الله خسر امام الخرا. واش الله خسر امام الخرا هو الثاني؟ نو، كيبقى غير الخرا بوحدو. حيت طالما كتخرا ولا خريتي فاذا انت ما تقدرش تعبد الله. لحقاش هذه كتبان لي انا اشنا هو الخرا؟ شي حاجه مع الانسان. علاش؟ حيت الانسان خصو ديما الطاقه. المشكل الكبير راه ما كيتوضاوش، كيبقاو مسحو غير بالبابي جينيك. هذا هو الخطير في الامر. بابي جينيك، بابي جينيتيك. طب انا الوالده عندي كتقول بابي جينيك. والله الا العيالات عندنا في المغرب الوالدات ديالنا وداكشي ولاو كيعرفوا في اللغه الفرنسيه بابي إيجينيك، إيجينيتيك. وهذا موضوع زوين. هذا من المواضيع اللي خصنا نبقاو نديرو كل يوم، نديرو موضوع واحد الويندو في اللي نهضرو فيه على كيف تبديتو هذا الموضوع على الإخوان؟ واش هو الموضوع ديال البارح؟ البارح أنا سمعت كنتو كتهضرو على التقوى، ياك؟ الموضوع البارح كان التقوى. والله خويا الا نظرت بواحد النعسه نعست على جوج ودنين، والله ما عقلت بالله. تلقيت راسي نعست ساعتين ديال المكانه. ولا الا بان لكم في هذا الموضوع ديال الخرا، هذا موضوع زوين. والله الا موضوع زوين بالله، حيت هو الخرا كياخذ واحد ديال لي شوف اي حاجه مرتبطه بالانسان الا وعند الاهميه ديال في التجريد ماشي في التقنيه، الا وهناك الانسان. انت مزيان واخا قلتي بنوع من السخريه ديك الساركاز، كيجبني ديك السخريه ديالك اكيد، ولكن التغوط راه ماشي ساهل. راه تقدر دير عليه بحوث، لان علاش من مسكوت عنه؟ واش كتعرف بان البسيكاناليز ديال فريد اخي بيان ليد وفي احد الادبيات ديالو أن الإنسان عندما فوقاش كتجسد الأنانية ديال الإنسان، لأن لا يثق الآخر، لأنه ما كتثقش اشتمام تعوض غائط الآخر. يعني شتي الغائط ديالك ملي كتقول كنستانس معاه كأن ريحة باطنية وكتكون في الطواليت مرتاح، ولكن ملي كتشم غائط الآخرين تنزعج. ولكن ملي كتدخل الطواليت عمومية وأنت مضطر واللي غوط فيها كل شيء
كتجي عندك الرائحة يعني عادية. أخي وليد سيدنا الله ينصره، سيدنا الله ينصره، شحال كيخرى مرة في النهار؟ جاوبني الله يخليك لعندك. سيد كلتا ولا انت شغل كذلك سيد كلتا جاوب علي، انا ما عنديش سيد، انا سيد نفسي، انا ما عنديش سيد باش نقلب انا سيدي شكون، انا كنقلب غير على راسي شحال. اسمعني بيان ليل، هذه القضيه مهمه جدا في السيكاناليز، تتحدد الانا والذات انها متصالحه مع رائحه الغائط الذاتي، ولكن لماذا لا نطيق رائحة الغائط ديال الآخرين عندما يكونوا فرادى ماشي يكونوا مجموعة؟ ملي كتدخل واحد الطواليت عمومية أو طواليت مغربية اللي ما فيهاش ديك شروط النظافة، فهمني بيان ليل، تما تختلط الريحات وتختلط يعني الريحات الجينية، وبالتالي أنه البسيكاناليز ديال فري ربط بلانال. إلا جيتي نأكدوا في هذه القضية راه مربوطة بلانال أكثر من الفم. نعم هذا ماش، هذا هو المشكل. راه شوف بيان ليل، راه أن البسيكاناليز دي البسيكاناليز كله الأساتذة أنا هنا راه مركبة على لانال، نعم ليكونومي، تصور ليكونومي غطاء، عرفتي ليكونومي ارتبط بالخرع في البسيكاناليز ديال فريد. الخرق وحنا دابا كنجيو هاد المساله كنقولوا حنا التغوط وكذا على شي حاجه، لا راه ارتبط بالبسيكاناليز يعني الاقتصاد، وكيبان الانسان المتطور والانسان المقتصد من داخل من خلال من السنين ديال المبكر قبل ما من الكتابه عباد الله. الكتابه مؤخرا كنقرا عند ميشيل فوكو انه اقتصاد الفريد أن الكتابة والقراءة مرتبطة بلا نال، وخاصة ونعطيكم المرجع هو الكتاب ديال لي مولي شوز، بمعنى ديك اللبدة اللي كيهضر عليها رولان بارت، هما كيهضروا غير على لا نال. راه مشكلة ما هذا التخرخر الذي وصلنا إليه؟ خرخرتونا هذه الليلة، خرخرتونا. ما هذا التخرخر؟ جدي 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 شوف، نعم مرحبا للتخرخر، لأن نحن أمام نمطية لا يعجبها التخرخر، والتخرخر فيه يكمل المستبد السياسي، وفيه المساءلة الحقيقية، لأن اللغة كدير حاجبة. أخي جودي، اللغة المصطنعة والنمطية كتخلينا يعني دبلوماسيين لابقين كذا كذا، ولكن إذا بغينا نشوفوا البحث والمعرفة لا حدود لها، لا تقفوا يعني الحدود اللغوية في وجه المعرفة، ولماذا التخرخر؟ والتخرخر هو يصاحبنا يوميا، ولكن هو من يسكت عنه، وفيه كاين المشكل. ربما هذا السلوك البسيك ديال الفريدي ربما كيبدا من التخرخر اليومي، بمعنى انا تحدي اللغه ومساءله اللغه والتحلي بنوع من الشجاعه ونوع من الجراه، لان شكون كيبقى حاجز جودي استاذي جودي، شكون كيبقى كتبقى اللغه يعني اللغة اللافقة، اللغة الأكاديمية، اللغة كذا. علاش حنا ما نقصروش البحث وندخلوا مباشرة، وخاصة في العلوم؟ أنا ما كنهضرش أنا على العلوم التقنية، كنهضر على علوم الإنسان، كنهضر على التجريح، كنهضر على الإنسان كبطل، الإنسان كمحور كموضوع. تفضلوا بيا الليل. الله ما نصحابش راسي كنت في المايك. هذا الموضوع ديال الاخرى هو موضوع ربما غادي يجي مقرف ياك، ولكن هو لا غياليتي اللي كنعيشوها، حيت ما يمكنش تكون عندك شي دار وما فيهاش البلاصه اللي غادي تحشكم تخرى منها ولا علاش حشنا؟ هل نستعير من دواتينا او كنستعروا من ضروريه؟ علاش اخويا كتقولنا حشنا؟ علاش حشنا؟ واش حنا ملائكه؟ هذوك اللي ما كيخراو ما كيبولوا. وتصور على انت قلتي واحد القديم محنة الله،
نحن في الله مرتبطة الجنة كلها مبنية على أنها ما رضاش دير مرحاض قاع في المنظومة الأسطورية الدينية الإبراهيمية أن الجنة مركبة كلها على الطهارة وما عندهاش بيت الماء بيت الطهارة ما عندهاش يعني الكابينة كاينة في الأرض هنا أسمع وليد تقنية وليد بأن وليد تقنية أستاذي جودي قد ينزل وليد تقنية الألمان تخرجوا من الأخرى الغاز كاين محطات تجمع الأخرى تخرجوا من الغاز هل كنقولوا فوالا دابا هنا التثمين راه ما بقيناش حنا في المنظومه الدينيه ولينا في التثمين لي ديشي هذوك لي ديشي ماشي دي ديشي راه كذلك صالحين باش خرجوا من الغاز ودير بهم دي فيمي تغبر بهم يعني الكثير صالحين ما كاينش حاجه اللي هي في الارض ولكن غير شوف معايا استاذي جودي في اطار الجنه شكون العيب ديال الجنة ما فيهاش طواليط وبالتالي حتى في إطار المنظومة الأسطورية الدينية اش وقع باش 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 غادي تسترد هذا غير في إطار المنظومة دابا كنأمنش بها هذا غير في إطار الخرافة الكاشفة لعيوب لهذا الخيال الجانح تصور أستاذي جودي أن الله اللي خلق العبيد ديالو وعندو واحد الشريك ديالو الشيطان مقدر يقتلو مقدر دايما دابز معاه خلق آدم وحواء قال لهم شوف إلا هذه الشجرة ما تأكلوهاش هي شجرة الحياة اللي كيسميو الحياة لأن الحياة مرتبطة بالخرع صافي بالتغوط هنا غادي نفهمها ونمشي مباشرة ونسميها الحياة مرتبطة بالتغوط علاش قال لهم ودي ما تأكلوش من هاد الحياة من هاد الشجرة الحياة اللي هي التفاحة كيقولوا هي التفاحة مزيان ألو فاش حواء عجبات هذيك وقال لها يعني بسوسة الشيطان يدير واحد كينا بيناتهم يعني المؤامرة هذي خلق المؤامرة وهذي يقول الشيطان لكل من رجل فاش كلتها خصها تخرى خصها تخوط قال لها ما عنديش انا الطواليط ردي الارض هنا جرع عليهم لان كل شيء مرتبط بالطواليط لانه هو الاسس شوف تصور هذا الله دار جنه دين ما نهر العسل وما دارلهمش كابينه لان ما عندوش لماذا لان الدكتاتور ما كيامنش بالكابينات الا لاحظتوا ما كاينش ثقافه دين ما شي دكتاتور دين ما ويقول لك بان داير الطواليطات أنا كنعرف في الدولة الديمقراطية خصها دير بين طواليط وطواليط طواليط تكثر الطواليطات لأن كاين لي ديابيتيك باش تحافظ على النظافة لا هما كيعذبوا بلادهم في المخرج هل بغيت نقول بأن المسألة هي مرتبطة كذلك بالتغوط وبأن المنظومة السحرية أستاذي جودي والخرافية مرتبطة كذلك بالتغوط لأن الله عنده عجز معماري في الهندسة ديالو غائبة الطوالت ودارها في الأرض يعني بعيدة يعني في سنوات ضوئية طوالت وما بغاش علاش؟ لأنه وغرس وما كيأكلش وما كيخرش ما كيخرع ما كيأكل ما عندش دين مقالي دي شي ما كيدير دخان ما كيدير فابير ما عبقى دين موشي حاجة قال لي هو اكسترا أوردينير يعني واحد الخيال اللي هو فاقع ومدقع وفقير جدا يعني لا يموت للحياة بصلة في حين أن الكهنة ديال رجال الدين سموها شجرة الحياة رائع هذه تسمية ذكية اللي سموها ديك شجرة التفاح سموها شجرة الحياة بمعنى الحياة هي هذه الحياة ديال المرحاض ديال التغوط وديال كذا وديال كذا وبالتالي السلوك ديالنا أن السلوك ديالنا مرتبط بهذا السلوك العادي لذلك لا اعتبر بانه هو يعني خدش الحياه ولا خدش اللباقه اللغويه عندما نتكلم على السلوك فينا وانا جالس معكم وبالتالي داكشي اللي كنشرب خصني نتبولو وداكشي اللي كناكلو خصني نخرجو
بمعنى مسألة بيولوجية عادية، وبالتالي هذا السلوك يجب أن ننتبه إليه، بمعنى عنده مشكل، راه مشكل في السوسيولوجيا، راه خصنا ننتبهوا له ونشوفوا علاقته مع الديكتاتور، علاقته مع البسيكولوجيا، علاقته لأن حتى فريد راه طبيعي ننتبه ليها. تفضل خي أفوس. أفوس تفضل عزيزي. شكرا اخويا، شكرا للجميع. انا فرحان بصراحه سمعت، وكنت باغي نزيد نسمع منك ونسمع من الاخ ديالي. كتعجبني بحال الافكار، ولكن الواقع للاسف ديالنا حنايا راه ماشي كلشي كيفهم هذا الشيء. فجيت تهضر على مثلا على الاخرى حنا نقولوه، ولكن خصنا نقولوا الاخرى ونقولوا حاشاكم باش تهضم الفكره، لان يعني المجتمع ديالنا خصو دائما يعطي واحد، لان حشومه وداك الشيء غادي تقول البراز هكذا غيتقبلها، تقول البراز هانيه باش تقولها باللغه العربيه. فيعني راه كاين مشكله حتى في كيفاش بنادم يهضر بحريته، ولا كيفاش بنادم يدير. غادي غير مره غادي تقول كلمه غتلقى التعاليق وتلقى الناس كتديروا معارضه، ولكن حنا انا بالنسبه ليا ما كيهمنيش، بحال بيان اللي كيهضر بخاطره، مرتاح الانسان وانا كذلك مرتاح والاخ الثاني مرتاح، فاحنا هنا كنعبروا. انا شدوا الراي ديالي وخذوا الراي ديالكم، ان الانسان خصو يهضر على كل شيء، ان المجتمع ديالنا خصو يهضر على كل شيء وتحط كل شيء فوق الطبلة باش يفهم بنادم راسو، غير يفهم إنسانيته أو يفهم سواء حتى الخلق نقوله كيأمنوا بالقصة ديال الخلق أو ما نعرفها شنو. يعني كاين يا إما نأمنوا بالإله أنه هو اللي خلق، اللي هي المبدا ديال الخلق الطيني، هذا هو اللي بغيت نقول خلق طيني، او الكائن او الارض كيفاش خلقات بنادم، كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الشيء. فكتلقى صعوبه، وكتلقى الا جيت باش نهضر ونعبر على الراي ديالي زعما كيما بغيت، ربما غادي غنهبط ويهبطوني، لان الحقيقه هكايا، انت انسان هو انسان فقط. شنو هو الاختلاف بينك وبين ذاك الانسان؟ عندنا كل واحد منين جاي، وكل واحد ولكن كيفاش غادي نتعايشوا؟ 2021 مازال عندنا حنايا في المغرب، ومازال الجزائر مع المغرب، ومازال مشاكل، وهما كلهم بشر وكلهم مسلمين للاسف، وكلهم تحت رايه الاسلام، ولكن كل واحد شد الرايه ديال الاسلام كيدافع هكايا. لا، الخرا ديال المسلمين ماشي بحال الخرا ديال اليهود، الخرا ديال هادوك ماشي، يعني المسلمين راه عندهم واحد الحاجه، امير المؤمنين الخرا ديالو بوحدو الا جيتو تبغوا تحلوا وتفتحوا الموضوع هكايا او نقاش. علاش هاد الافكار غسيل الدماء ديال المغربي او داك البشر او داك العبد ولا ما عرف سموه كيما بغيتو؟ كاين اشكال، ما عرفش منين غنبدا منين غنأخر، ولكن هو موضوع يعني فعلا يحتاج ان تبدا بحال اللي غادي تقرا، ملي كتجي تقرا باش تبدا كمل. كنبدا بمحمد الرسول، بمحمد السادس، وتنتوكل عليهم ونتوكل على الله. من بعد كتكون ديال الخطيه كتكون كنحتاجهم، لان ما يمكنش انا نخرى من غير الله ومحمد المحمدين، انا كنسميهم المحمدين، محمد الرسول ومحمد، يعني ما حنا ما نقدروش ناكلو ونديرو من غير واحد الاستشاره ديال، لانه هو اللي كيحكم، هو اللي عارف، هو اللي فاهم حتى انا كيفاش كنخرى.
انا ما عرفتش حتى المقدم يجي يشوف لي الخرا ديالي. انا ما فهمتي راه كايا داخله السياسه داخله فيها كل شيء، ان الانسان حنا عندنا مازال ما عندوش قابليه للنضج ولا ما قابلش ينضج ولا كايا. صعيب صعيب. المهم عطيت ربما بعض النقاط وانتم كملوا الحوار ديالكم حتى تجي شي لحظه اخويا ويكون عندي انا استعداد ان نهضر راه غنهضر. غير وكان ما عرفش نشد وباش نزيد نكسيري. لا غادي نشد اخويا وغادي نعطيه ستوب. شد في الروبيني عندك الكتابات بالنيه شوف عاد شد في الروبيني شد في الروبيني الباب ما يدري راه بزاف راه بزاف فهمتي راه عرفتي راه الواحد احيانا كيبغي غير نفجر بوحدو بهذا الشيء اللي كيشوف غير بوحدي غير بوحدي احيانا كنهضر على راسي لانك كتشوف ومازال بنادم مازال بنادم محتاج انه لا لا رخص لي يقودو لي يدير لي وكل شيء عندنا وحنا اللي عندنا الحق وحنا اصحاب عندنا المفاتيح ديال الجنه المسلمين اللي غيدخلوا ولكن المسلمين كلهم كيهربوا من البلاد ديالهم كيجيو لبلاد الكفار وحنا عندنا امير المؤمنين والجزائر مسلمة والسعودية مسلمة وكل شيء مسلم ولكن خصك راه عندك الراحة ديالك تخرى اللي غتخرى عند المسلمين ما تخراش عند أوروبا ولكن ضحي بحياتك من أجل باش تخرى الخرى ديالك في أوروبا. فهمتي الفكرة ونتمنى شكرا لك الفكرة الخعوانية وصلت تحياتي لك هي فكرة خوانية للغاية. أنا ما فهمتش كيفاش دزنا من البغال والحميع هذه واحد الساعة المدنة رجعت لقيت الخعا واقع حاشاكم بعدا يمكننا نقوله البوراز هي التذكية فقط أول واحد نخلصتها وي اكزاكتو فاش كنحاولوا ننتقيو ننتقيو الكلمات اللي كنردفو ماشي محيط كنخافوا من اللغة ولا اللغة كتقهرنا ولا لا هي احتراما للناس اللي كيسمعوا لأنك تلقى ناس بحال دابا كيتلقوا سميتو كيتلقوا هاد الابليكاسيون هادي بحال راديو فهمتي كتلقى مع السيده ديالو كتلقى مع بنتو صغيره ولا كبيره كتلقى مع ولادو حنا غير احتراما ليهم هو كيتحمل مسؤوليته بطبيعه الحال لانه هو المستمع وعارف بان بانهم ماشي 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 ريتد ار معناتها يمكن لك تقول اي حاجه عندها جي لا على واحد الحاجه سبيسيفيك هذيك الجي كتعني بان تو دو مودري طون ديسكور ما كنقولكش ما تقولش الخا حاشاكم لا يمكن لك تقول شي حاجه ما عرفت واحد اخر من غير الخا ولا الا غتسب بحال دابا تسب بواحد الطريقه اللي باينه انك سبيتي بلا ما تسب هذه كنعتبرها انا بانها سيت اون انتيليجونس راه ماشي دابا تسب محمد سميتو صلى عليه وسلم ولا ما صلاش عليه ما عرفت باش تبان بانك خارج الديانه ولا خارج ماشي لابد انك تسب محمد السادس ولا الحسن الثاني باش تبان بانك معارض بالعكس المعارضه كانت كتكون هو جالس معاه ولكن هذاك اللي كيقول يحاول شويه موديريل سميتو الخطاب ديالو باش كلشي يسمعوه في حساعه في مجال حساعه هادشي اللي كنقول انا هذه غير مساله جانبيه. تحياتي خويا طوني تحياتي خويا الاخوه الاخوات ابولو الخرا ديالك ما يجمعوش ديال مو نتايا فاش يضربك شي سكانيا ان شاء الله بحول الله بيان لي تحياتي خويا لكم المايك. شكرا شكرا سلاك. شوف استاذي سلاك حقيقه هنا في الغرفه هو كتعرفوا بان دائما الذي يهيمن النقاش الديني هو مسائل اللغه دائما الغرفه الهاجس ديال الجميع يسأل دائما اللغة جميل. نعم هو فرق بين الشت والسب يعني مثلا هذاك الأخ اللي في أمريكا اللي كيقول يا كذا يا هذاك كيدير شتم لكن احنا نسمي الأشياء بأسمائها يعني يجب أن نتعود على لأن الدكتاتور وهو كيدير بينه وبين اللغة حاجز
بالتالي الديكتاتور ما كيدير بيننا وبين اللغه الحاجز. وهذه الحشومه ديال التقال اللي ما تقالش بمعنى انه اش كيدير كيدير واحد الوصايه على الوعي ديالنا، لان دائما اللغه هي مرتبطه بالوعي، والوعي يتحدد باللغه، ولا يمكن الانسان ان يعي ذاته ويعي الواقع الا من خلال اللغه، لان اللغه هي جسم التفكير، وبالتالي أن لا يجب ان نتعرى من اللغه، نستعر من اللغه وكنشجبوا ديك اللغه عندما تكون شت موسم. وكذلك تكلموا عن التغوط، التغوط كسلوك، وكنديروا له وكتعرفوا بان وانا خبرت هذه في البناء، طوالات كطحيه ربما اغلى من تبغي دير طوالات زوينه غادي تقام عليك اكثر من الصالون حقيقة. خصك دير طوالات مريحة ويزوج مزيان، راه يعني كيخص تكون أنظف حجرة المنزل في السكن هي الطوالات، لأن الطوالات هي ترتبط بها الكرامة بكل صراحة. لأن خويا وليد هذاك البيت هذاك هو اللي فيه الخلوة ديالك أنت فاش كترجع لليطا انيمال ديالك، لان فاش كيخرج بواز هذاك هو الليطا انيمال ديالك، معناتها هذاك خاصو يكون انقى بلاصه في الضوء، وانا معك 100% هذه حاجه عجبتك. انا ما شتمش دوماج، لان ما صافتش ليا باب، ما نكذبش عليك وما نفهمش عليك، واخا شتم انا شتم في اليوتيوب، ولكن ما زرتوش واش حقيقه ولا من بعد طلعوا وتكلمنا اليوم. اذا لان شنو بيطرح نقول لكم على القضيه اخي سلاك، وهي رائعه وشحال واحد ما جرباش. انا داير بعض الكتب في الطوالات، وخاصه هذه نوع من العنصريه مني، كنت كنشري بعض الكتب ديال الخليجيين، وكيديروا واحد كيدير واحد الهديه لشي شاعره ولا شي واحد باغي يبين له، كيدير داخل داك الكتاب، وسمعني سلاك وقلت ملي كيدير بهذا لي بوزوان ديال كيديرهم فرحه ومستجمين كيشم ريحته، وكاين مصالحه مع الريحه ديال الذات خاصك تقبلها بالكريتيك، وملي كتسالي خاصك تنظر الى النوع هذه الناحيه الصحيه، تشوف البراز ديال كي داير باش تعرف الحاله ديال الصحه ديال الكبد، اللون ديالو نعم سلام. هذه الثقافه، هذه الثقافه لابد تنظر له قبل ما تلف عليه الماء، خاصك تشوفه باش تشوف لان هذاك واحد لاجوج على الصحه، يعني هذه المسائل يعني هي مهمه جدا. الو وديرها بخاطرك، ما تكونش سارع ولا زربان ولا كيسالك شي واحد. عرفتي تصور في ظل ثلاث اشهر كنقرا كتاب هذا غير ديال الطواليت، كل شهور وعرفتي مالك اودي وراك انت في الغرفه شحال هادي ديال لي وراك دابا الله يخليكم حتى واحد مسكين الكونيكسيون مشات له عاوتاني اصاحبي. في ادب الحوار ما يمكنلكش اصاحبي تقاطع شي واحد، لان الاستحصال ديال الفكره ديالو كتمشي، غنلقاو هنا ستة سوايع راك فايز اصاحبي. ساين السيد على ما يسالي الجمله ديالو ويسالي الفكره ديالو وحنا نفهموها، وديك الساعه طلع قول انك كتخافني والله في استراليا ما كاينش اللي يحيد لك اصاحبي. صافي خلاص لك غادي ننزل كاع باش نخليه. شوف قلت لك غير في القضيه ديال المرحاض، وكنت كنحتقر واحد النوع من الاداب ديال الخليجي، وكيجيبوا هو غير هديه كيخشيو لنا في ديك كتشري مثلا واحد الماء واحد العدد زوين، وكيدير لك واحد هديه هو غير بغا يبينو واحد الاديب شاب، وانا كنت كنخلي هادوك كنقراهم في الطوالات
يعني 3 شهور شهرين كنجيب له فان 3 شهور شهر في الطواليت وعرفتي والقراءة في الطواليت رائعة وزربوا الإخوان لأن احنا هنا في الثقافة يمكنك تدخل الكتاب للطواليت لأنك يكون فيه اسم الله والله لا يتغوط وما أتغوط شو المشكلة وبالتالي أنه قلت لك ما تهضرش ما تهضرش في الطواليت أو بالعكس إيه ما تهضرش في الطواليت ما تديرش ما تديرش يعني قمة يعني ديك القضية فاش كتكون الراحة ديالك الأبدية باش تعرفوا بأن ثقافة الخراء هذا اللي كنهضروا عليه وأنا كنهضروا على الخراء ما كنهضروش عليه كأنه مو بيجوراتيف ولا أنه مو قزيز لا هو كان فينا كل ما تكمل كليكيتي الكافيار غادي يخرج برائحة أكثر سيئة كل ما كثرتي شي حاجة اللي هي الفيتامين ديالها جد كل ما كيخرج الرائحة ديالو سيئة أكثر بمعنى راه مسألة بيولوجية ما حتى مشكل ولكن يجب هذا السلوك الذي يستحضرونه باش نسكتوا عليه غنتكلموا عليه ونشوفوا كيفاش كيحدد السلوك ديالنا العادي اليومي حتى السلوك ديالنا السياسي تفضل اخويا سلام واش اللي بغيت نقول غير القضيه ديال المطالعه في المرحب وجربوا الاخوان مطالعه رائعه يعني كيكون الانسان في الافراغ والاستمرار كيكون في واحد الراحه وبيت الراحه يعني بالعكس تما خصو يبروفيتي بنادم وراه يقدر في 3 شهور يقرا كتاب ديال نقدر نقول لكم ديال 200 صفحه 300 صفحه يقدر يقرا في 3 شهور يعني الا كان كياخذ الراحه ديالو البيولوجيه بشويه بشويه عليه يعني ما كيزرعش ما كي عندنا اخي وليد انا قريت في الفكره الثانيه سيكونون درك بواسر راه جلس في الطواليت خطر جدا على المؤخره والله العظيم كنهضر كنهضر معك لا اسمع ماشي ماشي الطواليت ديال ماشي الطواليت ديال نهايه العروق المؤخره والله هضرنيش نعم لا ابولو طول ديال تركيا ما كاينش ماشي ديك الاستحلال ديال راه ماشي الطول ديال تركيا طول ديال تركيا راه ما كتخليش تقرا كنغطوها في الانجليز جالس وكدير لي بوزوان ديالك ماشي انك كتبالغ في الجلوس انا قلت لك 3 شهور صافي باش تقرا دير غير 10 دقائق 10 دقائق الحصه راه ويلي دير على 3 شهور ويلي راه خصك تقرا مجلد هذاك مجلدات هما غير 10 دقائق راه ما كنقولش انا بان كتستحلى القراءه لا كتستحلى غير الجلسه وكتحط مع وقرا الحاجه اللي ما كتعجبكش ماشي اللي كتستمتع بها الحاجه اللي ما كتعجبكش الحاجه اللي كتكره اللي دخل الطواليت ابولو عرفتي ما بين ليه الحاجه اللي ما حابش تقراها وما كتبغيش تربى انا عارف انت غير دخل القران وتقرا من ازيرو عاود عاود دخل في الطواليت غتكون رائع هذا القران تقرا انت في شهر 3 شهور اجي وليد دابا ماشي فكره زوينه هذه ها هي جبد ابولو واحد الفكره واعره ديال الكتاب سميتو صراع الفكر مع الخعيه حاشاكم ما عرفتش علاش قلت حاشاكم ولكن راه بصح والله الا عجباتني هذه فكره خعوانيه للغايه ولكن عندها بعد اللي هو فلسفي مرحبا بس بيه Get the fuck up.